السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب هنعمل إثبات سحب الموقع دوك كوين اللي احنا كنا شرحناه قبل كده. الموقع أعطانا بونص الفيديو ووصلنا 200 دوك كوين عشان نقدر نسحب من الموقع. طبعا يا شباب دي الخطط الموجودة في الموقع. الخطة دي لمدة 30 يوم بنسعة على 100، والخطة دي في مدة 60 يوم دي 90 يوم، وكل خطة ما تكون ربحها سعرها أعلى كل ما بيكون ومدتها أطول وكل ما بيكون ربحها أكتر. يا شباب هنا بتختار الخطة يا شباب كده، يعني مثلا اخترنا الخطة ديت وهنا بنحط المبلغ وبيقول لك هنا أرباحك هتبقى قد إيه، ودي مجموع الأيام يا شباب. الموقع دي له 9 أيام، وده الدعوة الدوجوين المدفوع الى المستخدمين، دي مدفوعات الإيداعات يا شباب في الموقع، مكافأة الإحالة، خطط مجانية. طبعا هو بيديك الخطة المجانية ديت لمدة 30 يوم وبعد كده بتتلغي. وهنا اليوتيوب يا شباب الفيديو بيديك الخطة الأولانية لمدة 30، الخطة الأولانية 500 دوك كوين. طريقة تسجيل يا شباب بنحط هنا رابط الدوك كوين وبنعمل تسجيل دخول. زي ما انتم شايفين يا شباب عندي 218 دوك كوين. لو نزلت تحت كده هتلاقي الخطة المجانية اللي هو مديها لي والخطة اللي انا حصلت عليها من مكافأة الفيديو. تمام يا شباب، هنيجي بقى من هنا. طبعا طريقة الايداع في الموقع من هنا هنخش الاول نعمل اثبات سحب ونشوف. اهو يا شباب انا كده عندي 218 دوك كوين. هاخد المبلغ ده كده واحطه هنا واعمل ويزدروم. اهو يا شباب كده الموقع دفع سحب طلب نجاح تأكيد السحب. أكدت السحب. هنخش كده على الموقع يا شباب، ارجع للموقع. عفوا، هنلاقي يا شباب هنا الرصيد اهو اتشال. هنيجي كده طبعا احنا هنخش على الايميل بتاعنا، لسه الرسالة ما جاتش، هنكمل شرحه عقبال ما الرسالة تيجي لنا. طبعا اللي حبينا نودع في الموقع بنيجي من هنا يا شباب، بنختار الخطة اللي احنا هنشتغل عليها، بنحط هنا بنجيب الخطة كده وبنحط هنا المبلغ يا شباب. يعني مثلا نحط 1000 دوك كوين مثلا، هيظهر لنا هنا ارباحنا قد ايه، تبقى قد ايه في اليوم. وهنا اخر الخطة هتبقى 1270، وتبدأ من هنا يا شباب الشراء. تخش هنا كده هيحولك على محفظة اهو، بتاخد العنوان ده بترسل عليه المبلغ يا شباب اللي انت هتودع بيه. وطبعا هنا قلنا بونص الفيديو اهو يا شباب. لو نزلنا تحت كده هتلاقي ان حصلت على البونص الاول 500. طبعا لو قناتك فيها 500 مشارك وجبت 100 مشاهدة بتاخد 500 دوك كوين. لو قناتك فيها 1000 وجبت 200 مشاهدة بتاخد 1000. لو قناتك فيها 10000 وجبت 500 مشاهدة بتاخد 5000 دوك كوين. هنرجع تاني للموقع يا شباب. طبعا احنا عرفنا من هنا السحب ومن هنا الايداع ومن هنا الاحالات. رابط الاحالة بتاعنا اهو يا شباب، رابط الاحالة والاحالات بتكتب لك تحت هنا اهو يا شباب. طبعا كده ايه كل حاجة عن الموقع موجودة في الخانة ديت. وهنا لو انت عندك رصيد وحابب ان انت تزود استثمارك بتيجي من هنا وبتختار الخطة اللي انت عايز تستثمر فيها وبتعمل اعادة استثمار من هنا يا شباب من رصيدك اللي في الموقع. هنرجع تاني برضو للموقع ونشوف السحب وصل ولا لسه. هنخش يا شباب على الحساب ونشوف وصل ولا لا. اهو زي ما انتم شايفين يا شباب فعلا السحب وصل لنا اهو يا شباب، 200 تم استلام ايداع
218 دوك كوين. وبكده يا شباب الموقع صادق. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد.